بمناسبه احتفال الهالوين، اكتر حاجه كانت بتخوفي كنت صغيره ايه؟ تعبيني الاسانسير، كنت بركبه وطول بقى ما انا بركب اقعد بقول يا رب يا رب ونبي نوصل يا رب. كنت زمان بخاف من فيلم اسمه يوسف بتاع يوسف وهبي، كان اسمه سفير جهنم. الفيلم ده كان بيرعبني بيموتني. كنت بخاف من ياسر اخويا توأم، بيخوف هو اصلا، كان بيقعد يعمل حاجات كده هزار وكده ويقعد يخوفني ويخضني في الضلمه والشغل ده. بس ابويا وامي كان فيلم اسماعيل ياسين فتح في الشمع. العربيات يعني كل شويه عربيه تعدي كده وتجري ويفضلوا يزنقوا ويعملوا حركات ديت، فانا كنت بخاف. حيوانات وافلام الرعب، كلاب، بلف واجري، ولا اي حاجه بتخوفني عشان انا شبح من وانا صغير. مرتفعات، واحد صاحبي ايده كانت محروقه، كنت بخاف قوي. البحر، البرق والرعد، لغايه دلوقتي لما بيجي ببقى عايزه ابص احط حاجه على وداني. كنت بخاف اكبر، كان نفسي على طول ابقى في وقت سن الطفوله. كنت بخاف لا اعمل مشاكل، ما بحبش المشاكل، كنت بتمنى اكبر عشان الحاجات اللي كنت بخاف منها دي اعرف اواجهها. المشاكل الاسريه بس. صوت القطر كنا بنسمعه كان بيبقى صوته عالي جدا. ان انا ما عملتش الواجب مثلا، مفيش حاجه بتخوفني عشان كده ما بخافش من اي حاجه. البحر. انا طالب منك طلب بس ما تقطعش في المونتاج، تمام؟ انا عايز اقول لبنتي كل سنه وانت طيبه يا روسيندا، وربنا يخليكي ليا وعبال 100 سنه وانت معايا.